بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخد المحاضرة هذه، حنكمل على الاكسكلوسيف اور، حناخد المحاضرة اكسكلوسيف نور. حناخده ان هو عبارة عن اكسكلوسيف نور بتساوي اكسكلوسيف اور بس ايش كومبلمنت. بمعنى اكسكلوسيف نور لما كانت السيمبل تاعه مثلا عند هاد اي، هاي دي بي، هاد اف، خلي بالك هادي اف بتساوي اي اكسكلوسيف بي، هذا اكسكلوسيف، هادي اكسكلوسيف اور. هذا اكسكلوسيف، اكسكلوسيف نور السيمبل بتاعه تو انبوت، هاي عندي اي وهاي بي الانبوت، هاي الاوتبوت اف 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 بتساوي اي نقطة دورية بي، هذا بتساوي اف او بتساوي اف اي اكسكلوسيف اور بي كومبلمنت. هذا اكسكلوسيف، هذا اكسكلوسيف اور، هذا اكسكلوسيف اور، وهذا اكسكلوسيف ايش نور. تمام، لاحظ انه هنا في فرق بين هذه وهذه، ايش هو هذه الكومبلمنت؟ فبحط هنا ايش دورية، هي هذه الكومبلمنت اللي بتعمل ايش دورية. خلصنا، يبدأ هنا فيش دورية، هنا في ايش دورية او الانفيرتر. طيب الان اكسكلوسيف نور ايش بتميز؟ بتميز انه لما يكون عندي انبوت اي، انبوت اي وبي، تو انبوت والاوتبوت اف، هي اي اكسكلوسيف نور بي ايش بتساوي؟ لما عندي تو حل، تو انبوت عن اربع حالات، 0 1 0 1 0 0 1 1، هذا بتساوي لما تكون عدد الوحدات زوجي، هنا عدد الوحدات الزوجي هي ايش؟ هنا واحد، وهنا عدد الوحدات صفر برضو واحد، هنا واحد، الباقي كله ايش؟ اصفار اصفار. انا عندي ام زيرو وام واحد وام اثنين وام ثلاثة، اذا اف هي بتساوي السمشن للمنترم زيرو وثلاثة اللي هي بتساوي بي داش اي داش زائد بي اي، اللي هي بتساوي، اللي هي بتساوي ايش؟ عبارة عن ايش بتساوي؟ هي بي داش اي زائد اي داش بي كومبلمنت، اللي هي بتساوي اي اكسكلوسيف بي كومبلمنت، اللي هي عبارة عن مين؟ هذه اي اكسكلوسيف نور بي، هذه هي هذه وهذه وهذه هي هذه. تمام، خلاص. لو انا بدي اجي ارسمها، لو انا بدي اجي ارسمها بقول عندي هاي، اجي ارسمها هاي، انا عندي ان هاي الاي وهاي البي وهاي البي، بدي اجي اخذ انفيرتر، هنا بدي اجي اخذ ايش؟ انفيرتر، هذه هذه اي بي، هذه اي داش، هذه بي داش، وهذه اي داش، هذو تنتين مع بعض ايش؟ اور جيت، هذا بعطيني ايش؟ اور جيت. بدي انا عندي هنا باخذ بي على الانفيرتر اعطيني بي داش، وباخذ الاي على الانفيرتر وبعطيني ايش؟ اي داش، اذا بتساوي اي بي زائد اي داش بي داش. هذه اكسكلوسيف نور بنسميها اكسكلوسيف نور، بنسميها ايفن ديدكتور، ايفن ديدكتور، ايفن بنسميها ايفن ديدكتور، ايفن ديدكتور فانكشن، نسميها ايفن ديدكتوريش فانكشن. خلصنا. طيب لو كان عندي 3 فاريبلز، اكس اكسكلوسيف نور، واي اكسكلوسيف نور، زد اللي عباره عن مين؟ اكس اكسكلوسيف اور، واي اكسكلوسيف اور، زد كليش كومبلمنت. تمام، انا ممكن اعملها زي هيك، ارسمها بهذا الرسم، هاي اكس هاي واي هاي زد، وبعطيش هذه الاف. تمام،
هذا ايش الاف. تمام. الان هذا لو بدي ارسم هذا تروث تيبل، هاي الاف، هاي الاكس، هاي اكس واي زد، صفر صفر صفر، صفر واحد، صفر واحد، ثمان حالات، أربعة، صفر واحد ستة، صفر واحد ثمان، عندي 3 فير، ثمان حالات، صفر صفر واحد واحد، صفر صفر واحد واحد، اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الإف. وكيف بتساوي واحد؟ بتساوي واحد عندما تكون إيش؟ عندما تكون عدد الواحد فيه إيش؟ زوجي. هنا أنا واحد، وين زوجي؟ هاي كمان هنا عندي، هنا عندي زد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة عدات زد. تمام. وفي أنا عندي واحد، هنا واحد زوجي، عدد الوحدات زوجي، عدد الوحدات زوجي واحد، عدد الوحدات زوجي واحد، عدد الوحدات زوجي واحد. إذن عندي هنا اللي هي المنتية من وجد طلعت عليها هذه، والباقي صفار، والباقي إيش؟ صفار. عند المنتير ام زيرو، ام واحد، ام اثنين، ام ثلاثة، ام أربعة، ام خمسة، ام ستة، ام سبعة. بمعنى آخر، بمعنى آخر وجد طلعت هنا، ولاحظوا ان الاف، الاف تطلع من المثال هذا، من المثال هذا تطلع الاف تساوي سمشن المن تيرم، تيرم زيرو، زيرو وثلاثة، زيرو وثلاثة، وعندك كمان هنا خمسة، وعندك ستة، أربعة من تيرمز اللي هي بتساوي زد داش اكس داش واي داش ام زيرو ام ثلاثة زد داش واي زد زائد ام خمسة زد واي داش زد واي داش اكس زائد ستة زد واي اكس داش. تمام. لاحظ انه في دائما تنتين، لاحظ انه انت عندك ايش هنا، اول واحد اكس داش اكس زد داش واي داش اكس داش زد داش اكس داش واي داش. التلاتة اول واحدة، التلاتة كومبلمنت، هنا في اثنين فيش زوج، اثنين اثنين، وهنا اثنين، وهنا التلاتة. فهذه الفانكشن تاعت 3 variables. طيب الان انا بدي اعمل هالملاحظة، لما اقول لك اف بتساوي اكس اكسكلوسيف نور واي اكسكلوسيف نور زد، قلت لك اكس اكسكلوسيف نور واي، هذا خذ الحال اكسكلوسيف نور زد. هاد عبارة عن ايش؟ هاد عبارة عن اكس داش واي داش زائد اكس واي اكسكلوسيف نور زد. هاد ايش بتساوي؟ وكأنه هاد بدي اقول عنها ايه، ايش بتصير هادي؟ ايه اي داش زد داش زائد اي زد، بمعنى هاد عبارة عن اي داش اللي هي عبارة عن اكس داش واي داش زائد اكس واي كومبلمنت اللي هي هادي في مين؟ في زد داش زائد اكس داش واي داش زائد اكس واي مضروب في زد. هدول حللنا عملها، هي عبارة عن سمشن للمنتير اللي هو زي ما قلنا احنا زيرو وزيرو وتلاتة وخمسة وستة، اللي هو حكينا عنه هنا من زيرو وتلاتة، زيرو وتلاتة وخمسة وستة، سمشن للمنتير زيرو وتلاتة وخمسة وستة زي ما حكينا عنه في الفانكش في التروث تيبل السابق. تمام. الآن خليني، الآن خليني أقول لك ليش سمينا هذه اكسكلوسيف نور، اكسكلوسيف نور فانكشن، ليش سميتها ايفن فانكشن، ايفن ديتكتور فانكشن. انا هقول لك ليش سميتها. لو انت عندك، انت مثلا عندك اف تساوي اكس اكسكلوسيف نور واي اكسكلوسيف نور زد اكسكلوسيف نور بي، او اكس واي اكسكلوسيف اور
اكسكلوسيف اور وبعدين كومبلمنت. هذه بتساوي هذه تمام. هذه الفانكشن اريد رسمتها مثلا، ارسمها زي هيك، هاي اكس هاي واي هاي كومبلمنت مين اول واحدة، هاي كومبلمنت، هذا عبارة عن اكسكلوسيف نور واي، هذه زد وهذه بي، اكسكلوسيف نور زد وبي، هاي تنتين، وبعدين التنتين مع بعض بدخلهن اكسكلوسيف نور بعطيني الاف، الاف اللي هي هذه الاف، تمام، اللي هن هدول الاربعة. لاحظ انا اذا انا بدي ابعت، خلي بالك، اف اي ونت to send even message. ماذا even message؟ ايش يعني even message؟ يعني عدد الواحد، number of ones اللي هو بتساوي ايش؟ even في المسج، number of ones المسج، عدد ال one في المسج بتساوي ايش؟ عدد زوجي، تمام. على سبيل المثال لو انا دخلت اكس واحد واحد، ايش حتطلع؟ احط البي في الحالة هذه، احط البي ايش؟ واحد، عشان يطلع ايش؟ عدد زوجي. في الحالة لو كان عدد زوجي هنا الاف حتطلع ايش؟ بتساوي واحد. طيب لو جبت لك سؤال تاني قلت لك انا بدي ابعت صفر 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 واحد، قديش بدي احط البي في الحالة هذه؟ هاي البي بدي احطها في الحالة هذه، بدي احطها ايش؟ بدي احطها عشان يطلع العدد زوجي، بدي احطها ايش؟ كمان واحد، عشان احصل على ايش؟ اف واحد. طيب لو حطيت هنا واحد 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 صفر، ايش بدي احط البي في الحالة هذه؟ البي بتساوي في الحالة هذه صفر، عشان عدد زوجي، وبطلع الاف بتساوي ايش؟ واحد. طيب لو انا بعت المسج ايفن باريتي مسج، ايفن باريتي مسج يعني عدد الواحد مسج اكس واي وزد وبي، 1 1 0 0، هاي البارحة زيرو عشان عدد الواحد واحد، بعت مسج هذا ايفن، رحت افحص الاف، الاف في الحال هذا لازم تكون ايش؟ واحد. راح في الطريق راح تغيرت هذا المسج، بعد ما صارت ايش؟ واحد، وصارت صفر واحد واحد واحد، يعني الزد قيمة الزد تغير من صفر لمين؟ لواحد. قيمة الزد تغير من صفر لواحد. في الحالة هذا الاف ايش بتساوي؟ صفر، لأن يعني اصبح عدد الواحد قديش؟ اود، فبدأها تعطي اف صفر. في الحالة لما يكون اف صفر بعرف انه في انا عندي ايش هنا؟ في انا عندي ايش؟ ايرور. ليش؟ لانه المسج اللي استلمته في عدد الواحد او فرد مش زوجي، وبالتالي الاف زيرو بعرف انه في ايش؟ في ايرور. يبقى هي الان هذه المسج، هذه الفانكشن تعمل عملية ديتكت للايرور، ديتكت الديتكت للايرور لما يكون عدد فردي، اما لما يكون عدد زوجي بتعطي ايش؟ اف، بتساوي واحد، وبتقول عنه ايش؟ وبتقول عنه ليش؟ انه المسج صحيحه، عشان سميناها ايش؟ ايفن ديتكتور فانكشن، يعني بتعمل عمليه ديتكشن للايفن نمبرز، ايفن نمبر اوف وانز، عدد وحدات زوجي في الفانكشن. تمام، هذه نقطة مهمة لازم تاخذها في الاعتبار، وبتيجي ايش في الامتحان، كيف نصمم دائرة تفحص انه المسج كوركت اور نوت كوركت، مسج كوركت اور نوت كوركت. في حالة اكسكلوسيف نور بستخدم ايش؟ ايفن مسج، تعمل ديكش للايفن مسج، اكسكلوسيف نور، اكسكلوسيف اور تعمل ديكت للايش؟ للاود مسج، اود باريتي مسج. والسلام عليكم.